اسم زامي عبد الرحيم، رئيس غرفة الصناعة التقليدية جهة الرباط صدى قنيطرة. إذن غرفة الصناعة التقليدية اليوم كتدير يوم دراسي حول دور الغرف المهنية في الدبلوماسية الاقتصادية السياسية، الموازية الاقتصادية السياسية. هو موضوع جد مهم وجا في هذه الظروف هذه باش نسلطوا الضوء على هذا العمل اللي كيديروا الغرف، وباش نحاولوا نبينوا لواحد العدد ديال المؤسسات اللي يمكن لها الدعم الغرف باش تزيد دعمهم، لانه الغرف كما كتعرفوا الميزانيه ديالها جد ضئيله باش تساير هذا الموضوع هذا، واللي هو كذلك موضوع جد مهم، موضوع اللي من خلاله الغرف ديالنا هما الحاملين للثقافه ديالنا، هما الحاملين للمولود الثقافي ديالنا، من خلال السلع اللي كنديو، من خلال المهارات ديال الصناع ديال التقليديين ديالنا. وهادشي كله تبعا للخطابات الساميه اللي ديال صاحب الجلاله، اللي دائما كنصحنا باش نحاولوا نتوغلوا في افريقيا بالمواد ديالنا، ونحاولوا دائما نمشيو جنوب جنوب حتى نتمكن من ايصال القضيه الوطنيه ديالنا وسمعها واحد عدد اكبر عدد ديال الدول ممكن. كاين واحد العدد ديال المؤسسات اليوم اللي كيدعمونا، ونذكر منهم وزاره الثقافه، مشكورين، كنشكر السيد الوزير الثقافه لانه تو دار معنا مجهود ودعمنا، كذلك مجلس الجهه ديال الرباط، كذلك السيد الوالي مشكور على الدعم ديالو. واحد العدد ديال المؤسسات اليوم اللي بدات كتنخرط وتقص في هذا المشروع ديالنا جنوب جنوب، والحمد لله هما اليوم تيدعمونا، وكنتمنى كذلك من الغرف المهنيه الاخرى كغرفه الفلاحه ولا غرفه التجاره والصناعه يحدوا هادشي اللي كنديروا حتى هما، ويتعاونوا معنا باش كلنا نحاولوا كل واحد من خلال الاشتغال اللي كيشتغل فيه يمشي يوصل الصوت ديالو لهاد الدول هادو، ويزيد باش نحاولوا نوصلوا لاكبر عدد ديال الدول ان شاء الله. لكم هذه ندوه معتبره ومتميزه نظمتها غرفه الصناعه التقليديه بجهه الرباط سلا القنيطره، حول طبعا الدبلوماسية الاقتصادية ودور الغرف المهنية وخاصة الصناعة التقليدية. طبعا الصناعة التقليدية في بلادنا كنز كبير، بالإضافة على أنه كنز تاريخي ثقافي تراث يعني قيم، وفي نفس الوقت طبعا اقتصاد كامل الأركان. يكفي أن نذكر أنه قطاع يشغل ما يقارب من 2 مليون ونص، ولذلك رؤية 2030 وما ينتظر، نتمنى أن المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا أن يتداول في القضايا الكثيرة المتعلقة بالصناعة التقليدية. طبعا فيما يتعلق بالدبلوماسية الموازية، اليوم الصناعة التقليدية الفنية بالخصوص أثبتت أنها الآن الحمد لله تغزو بين قوسين يعني كلمة إيجابية الأسواق العالمية. اليوم العائلات الكبيرة في الغرب وحتى في المشرق يعني تتمنى أن يكون عندها بيت بكل ما هو مغربي. اليوم القفطان المغربي يفرض نفسه، الذهب المغربي يفرض نفسه، ايضا يعني الصالون المغربي يفرض نفسه، وبالتالي انا كنعتقد بانه الصناعه التقليديه ممكن ان تلعب دور كبير جدا في العلاقات المغربيه الدوليه بمعنى في الدبلوماسيه. ولذلك انا كنتصور بانه المؤسسات الدوله والجماعات المحليه، المؤسسات العموميه، الغرف، يمكن ان يلعبوا دورا اكبر مما يقوم به الان فيما يتعلق بتشجيع الانتاج، بتشجيع التسويق، بجعل الصناعه التقليديه اساسيه في الاستهلاك بالنسبه لهذه المؤسسات. طبعا دعينا كمبادره الوطن اولا ودائما لكي نساهم في هذه الندوه، لان نحن مهتمين بالصناعه التقليديه، عندنا لجنه خاصه بالصناعه التقليديه والسياحه، واطلقنا السنه الماضيه حمله حول منتوج بلادي وافتخر. هذه السنة ستكون مخصصة لكل ما هو تقليدي، كل ما هو تراث مغربي وهو كنز كما قلت، وإن شاء الله سننظم مع الغرفة ندوة حول مستقبل الصناعة التقليدية فيما يتعلق بالتكوين، بالتمويل، بالتحفيز، بالأسواق الكبرى للصناعة التقليدية، بالمناطق الصناعية المخصصة للصناعة التقليدية، بالتسويق، بالترويج، باستعلام الرقميات والذكاء الاصطناعي طبعا في الانتاج وفي التسويق. انا متفائل ان هناك افاق رحبه في مجال الصناعه التقليديه. نداء طبعا الى الجميع ان يجعل من منتوجات الصناعه التقليديه جزء من الاستهلاك اليومي في العائلات المغربيه، وانا اتمنى ان الاخوه والاخوات الذين يسافرون وخاصه الساده الحجاج والمعتمرين انهم يحرصوا ما امكن على اللباس المغربي، له رونقه وله ايضا دوره في الإشعاع الثقافي والحضاري بالنسبة لبلادنا، ثم له دوره طبعا في التعريف بالمغرب وفي الدبلوماسية الموازية. افتح البلامشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات بالرباط.
هذه الندوة هي تحاول أن تفتح النقاش حول الأدوار المفترضة أو الأدوار الممكنة للغرف المهنية عموما ولغرف الصناعة التقليدية على وجه التحديد فيما يمكن أن تساهم به في إشعاع أولا البعد الثقافي للمملكة المغربية في محيطه الإقليمي الدولي من جهة، وأيضا في تكريس ما أتى به النظام الأساسي المنظم لهذه الغرف والذي يتيح في ضمن اختصاصاتها التعاون الدولي. وهنا أريد أن أميز بين التعاون الدولي وبين الدبلوماسية الموازية أو الدبلوماسية المهنية إن صح التعبير، على اعتبار أن التعاون الدولي هو آلية قانونية موجود داخل النظام الأساسي يتيح لهذه الغرف أن تقيم شراكات اتفاقيات تعاون توأمات مع مؤسسات مماثلة في دول مختلفة. بالنسبة للدبلوماسية الموازية أو الدبلوماسية المهنية، أعتقد بأننا أمام بعد وطني أمام حمل هؤلاء الفاعلين لقضايا الأمة المغربية وقضايا السياسة الخارجية وتحقيق أهدافها، على اعتبار ومن ضمنها قضايا سياسية كقضية الصحراء المغربية وقضية الوحدة الترابية أو قضايا مرتبطة بالإشعاع والبعد الثقافي والحضاري للمملكة المغربية، على اعتبارها نقطة تماس حضارية بين أوروبا وكل إفريقيا، وأيضا تكريس التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المغربية التي تتبنى ضمن أولوياتها البعد الإفريقي كأولوية من أولويات السياسة الخارجية للبلاد، وأن تنفتح هذه المؤسسات وهذه الغرف على وجهات جديدة غير كلاسيكية لدعم التراكم الحاصل فيما يتعلق بإشعاع المغرب في محيطه الإقليمي الدولي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.